السلام كبار السلام على عباد الذين الصبر. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سيدنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على من اختار العباد. أما تدين كذا، نحن الآية اثنين، لكن قبل حين نهاية الجو باش نجد الآية في جزء من قطارها من السياق. شكور ربي قبل هذه الآية كريمة فكتير. يا أيها قال يا أيها الذين آية 47، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، أوتيتم كتبون تتبلون الثاني، لكن وقع تحريف وسببه الشيطان وبنو السهول، سواء كان بنو السهول في الأولى ولا في الثانية، والتوراة وإلهم يبوسوا. أنا بنجيل قطع تنجيل سنوية المتلاف أبوالي تديو أبوالي تنجيل مسارس عيسى تلقي دالة سوسو سيب أبو الثاني أبوالي دالة سوسو جمبرو بيرين اللي ونيت اللي أنا أداج يا لا هنا بابا جيتي لي تروبل دو لي الجن لي الجن. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بشكر الله إنه يخاطب الأدب ويزيد وجههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. آمنوا قلت بجاء محمد عليه السلام، وانتم عندكم معلومة عليه الصحيحة وشخصينا، وخذيتوا كل التجارب وكل الاختبارات والستيكتة لتقني هذا الشخص لم يأتي هكذا حتى لا سوق الأمانة بالإيمان. جاءت اللحظتين متاع الوحي تلتقي الآن، ونور الموت الكريم عليه الصلاة والتسليم، ونقول وكل ما أنا مقام ترى أبو عمنا لا أخطأ ولا أخطأ، هذا كل ما تلكم تغير جاء وسلم، وكل ما تلكم سيدي مثل ما تحيس أما سأل من أتى في التوراة والإنجيل والتوراة يدو الدفع. نعود إن شاء الله تعالى